السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واعزائي، معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. ارحب بكم اجمل ترحيب، واليوم عندنا موضوع جديد اللي هو شلون تعرف انه تعزف على السلالم او تحلل سلم، انه مثلا انه تقول مثلا اني عجب الدوم ياخذ اي علامه تحويل على السلم. طيب اوكي، شلون اعرف اني من خلال التحليل انه اريد مثلا سلم فا ميجر او سلم عجم الفا، اريد اعرفه. يعني انا اعزف هسه بس عجم الدو، لكن عجم الفا ما اعرفه، عجم الري ما اعرفه، شلون اطلعه حتى اقدر اعزفه بالعود؟ طيب تلاحظون امامكم هاي السبوره، يشوفون هذا خط، نخط خمس خطوط، اها هذا الخط الرابع والخط الخامس، هذا عفوا، او نعدله نعيده مره ثانيه، هذا نقول احنا مجرد انه نحلل. طيب احنا عندنا عجم الفا، شو نسوي؟ اول ما نبدي من الفا صول، بديت مثلا سلم عجم الفا، تبدي من الفا للفا، فا صول لا سي دو ري مي فا. بدي عندك تريد تطلع عجم الري، تبدي من الري للري، وهكذا تخلي القاعده اربعه اربعه نص، أربعة 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 نص. طيب هاي تخليها على صفحة، تيجي أول مرة تشوف الأبعاد. أنت أساسا لازم تعرف أنه الأبعاد هذه أبعاد سلم العجم. زين، أنت أساسا لازم حافظ الأبعاد اللي هي بسلم الدو. شلون؟ الأبعاد اللي بسلم الدو راح نقول مثلا هذا، شوف، واللي طلبوها اليوم من عندي باليوتيوب، نقول هذا فا مي ري، هذا دو. الأبعاد هي شو تقول؟ بين دو والري واحد أربعة، بين الري والمي أربعة، بين المي والفا اثنين، يعني هذا بين الفا والصول أربعة، بين الصول واللا أربعة، بين اللا والسي أربعة، بين السي والدو نص. هاي ما لنا علاقة لأن احنا قلنا من الدو للدو فقط. طيب أوكي، هذه أبعاد الدو. إذا جينا احنا مسحنا هذين بعدين، باوة والمي مسحنا، راح يصير عندنا كالتالي. بدينا احنا ردنا شنو يا سلم؟ ردنا سلم عجم الفاء. أول شيء أول ما تبدي بقاعدة من الفاء إلى الفاء كتبت، أوكي. نبدي نطبق القاعدة. بين الفا والصول هي أربعة، مضبوط. طيب أوكي، بين الصول واللا أربعة، مضبوط. بين اللا والسي أربعة، إحنا نريد اثنين، فإذا شو نخلي التنقص؟ العلامة التنقص هي بيمول، علامة التنقص هي بيمول، العلامة الزايد هي ديز، أوكي، أو شباك اللي بالهاتف. زين، هنا صار عندنا سي بيمون، صار عندنا اثنين، راحوا اثنين المن للسي دو اللي هي كانت اثنين، احنا نريده اربعة وراحت لاثنين هو كان اثنين، فشي يصير عندنا اربعة، مضبوط. بين الدو والري اربعة، بين الري والمي اربعة، بين المي والفا اساسا نص. هذا هو التحليل، فصار عندك انه دليله فقط سي بيمول. بمعنات اي سلم عندك، مثلا لنفرض سلم الري عجم الري، تريد تعرف الدليل مالته،
اول ما تبدي تبدي ري مي الى الري الى الري. بديت مع الري، تجيب هذه القاعده تخليها هنا، اذا صارت معك اوكي، واذا ما صارت لازم يا اما تنقص يا اما تزيد. اذا تنقص وتزيد، كيف تنقص وتزيد؟ تنقص وتزيد من خلال قضيه واحده، البيمول ينقص ينقص نص، والديز هو يزيد نص. وبالتالي هذه الطريقه راح تكون لكم سهله، وانا دائما اخذها بالدروس الموسيقيه اللي هي دائما بالدورات الموسيقيه اللي هي دائما اعطيها بالمحاضرات الطلبه بالاشتراك الشهري، دائما افسر لهم هاي الاشياء وانا حاضر تحت امركم ايضا افسرها. لا تنسون الاعجاب والاشتراك بقناتي، وايضا للاتصال بخصوص الدورات الموسيقيه عن طريق رقم الهاتف اللي موجود اسفل الفيديو، واللي هو دائما واتساب الخاص لي اللي يحب يشترك بالدورات الخاصه. تحياتي لكم ومع الف سلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.